رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد أخواني الكرام نتابع في سلسلتنا شتائم السلفية للسلف. طبعا كما قلنا لكم هذه شتائم ممكن تكون تصريحا أو تلميحا بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يعني ربما يشتم قولا معينا ويكون القائل به من السلف. مثلا هنا خلينا نبدأ من هنا من هذه الوثيقة. هذه لما قال مثلا هون، شوف لما هذه سبق أن أتينا بها، قال يقول: ألم يجدوا في مصنف ابن أبي شيبة كتابا كاملا سماه كتاب الرد على أبي حنيفة، وجمع فيه 105 بقى، المفروض أنه معطوف على منصوب بس كتب 5، لا يعرف يعني كتابة نحو كذا صرف، لا يعرف جي عمال بيكتب كتب يرد على أئمة وكذا، هذا الشموس يعني. أفلم يجدوا في مصنف أبي شيبة كتابا كاملا سماه الرد على أبي حنيفة وجمع فيه 125 المفروض مسأة يرى أن أبا حنيفة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو حنيفة خلاص خالف 125 حديثا. لاحظ هون طبعا كلامه في أبي حنيفة طويل، هذا الوهابي وهني أصلا مختلفون فيه. طيب هون هاي ابن خزيمة هذه لما يعني كتبوا كتابا واطلع عليه وأوصى أن يدفن معه كذا، أو يعني بعض أصحابه، هذه قضية يعني هذه قصة طويلة. المهم يعني كان من الاعتقاد الذي عرض على ابن خزيمة أنه لاحظ أن كلامه تعالى ليس بمخلوق، ليس شيء من كلامه مخلوق ولا مفعول ولا محدث، ومن زعم أو فمن زعم أن شيئا منه مخلوق أو محدث أو زعم أن الكلام من صفة الفعل فهو جهمي ضال مبتدئ. وهذا طبعا هذا يقول به الوهابية والتيمية. وأقول لم يزل متكلما، هذا بيقول لك هذا من يقول من لم يزل متكلما هذه من صفة هذا يكون كلابي، لأنه عندهم هني القرآن عند الوهابي محدث وليس بمخلوق. لا هنا عميلك لا ليس بمخلوق ولا محدث، لا تكلم على القرآن مش على الكلام، وأنه كلام لم يزل متكلما. لا عند التيمية أنه لم يزل متكلما إذا شاء. لاحظ زي كون هذا اعترف هنا هذا الدكتور المحمود في كتابه موقف المتيمم الأشعر بأنه هذا الكلام الذي قاله ابن خزيمة لاحظ مذهب كلابي، بعدما ينقل كلام لاحظ كلام ابن خزيمة السابق لاحظ بيقول لك هذا الكلام موافق لمذهب الكلابية، وبس يذكر هذه القصة. احنا خصصنا عليها مجلسا هذه. لاحظ هون طبعا هون شيخ الإسلام محمد شمس الدين يسأل عن أبي حنيفة إنه هل لفضيلتكم مآخذ على الإمام بحنيفة؟ فلم تذكروا من العلماء الذي تستند إليهم في الفقه وهو من أقطاب هذا العلم على ما درج بين دارسي الفقه، لأنه هو الشموسي يتكلم في أبي حنيفة ويطعن فيه وكذا إلى آخره. وهذا في عندنا هون تصريح لهذا مقبل من هذه الوادعي، يقول لك أبو حنيفة ليس معتمدا لا في الفقه ولا في الحديث، لأنه في الحديث ضعيف وفي الفقه لا يعتمد عليه. اسمعوا فضيلتكم في أبي حنيفة. أبو حنيفة الراجح ضعفه في الحديث وفي الفقه ماذا لا يعتمد عليه؟ في الفقه راجع ضعفه في الحديث وفي الفقه لا يعتمد عليه، يعني هذا ذهب أبعد من شيخه هذا الألباني، يعني شيخ المقبل من هذه الوادعي، ذهب هذا الوادعي أبعد من شيخه، لأنه اللي هو الألباني هذا، لأنه الألباني في السلسلة الضعيفة بيقول لك أبو حنيفة ضعف حديثه وبيروح بيجيب لك أقواله، لكن هو بيعترف أنه كان يعني رجل فقيه، لحس فقد كان من الفقه ما لا يدفع من علمه فيه، وأنه كان ظاهر الورع وكذا إلى آخره. لاحظتم؟ أو له نصوص أخرى الألباني في انه فقيه وانه الناس عياله في الفقه على ابي حنيفه.
لاحظ كما قال الإمام الشافعي، لكن هون هذا تلميذه، لأنه هذا الوادعي إذا رجعت لهنا تجد أنه هذا مقبل من هذه الوادعي، تجد أنه من مشايخه لاحظ منهم الألباني، فهذا ذهب أبعد من شيخه. ولاحظوا تتمة كلامه هنا، وابن عدي والعقيل عليهم والحنفية جن جنونهم بسبب القدح في أبي حنيفة، وقدحوا في البخاري والإمام أحمد والشافعي وابن عدي والعقيل. على كل حال سنعقد مجلسا إن شاء الله عن فقط موقف الألباني من أبي حنيفة وموقف هذا الوادعي، ونعقد مجالس أخرى لبيان موقفهم من أبي حنيفة، لأنه كما قلنا لكم اختلفوا، وإني هلأ الشموسي وهذا أحمد السيد، والثاني هذا الخليفي، والثالث الرابع هذا الياسر لطفي، هذا تعرضنا له في مجلس سابق. نرجع إلى هنا فقط نستطلع الآراء في المسألة هذه، لكن نحن أخذنا 6 دقائق يكفي، لكن فقط أوثق لكم أنه يقولون أن القرآن محدث. لاحظوا كل لما قال هذا السفاريني كل قرآن محدث، قال صحيح لا أن القرآن حادث، وراح أتج على هذا العثيمين السفاريني يقول لا القرآن قديم، تبعا لمذهب الحنابلة ولأحمد وكذا. ابن عثيمين قال لا القرآن حادث، والدليل عليه ما يأتيه من ذكر ربي محدث، وبيروح بيقول لك أنه من أول من وقد أول من يقول أن القرآن قديم محدث، لاحظ انه محدث ينزله، مع انه هذا يقول اسحاق بن راهوي وغيره من السلف انه المحدث والمحدث ينزله، يقول لك هذا تحريف، وهذا اتينا به مجالس اخرى نكمل او نتابع في الحلقه القادمه. الحمد لله.